كيف كتشوفوا دائما هذا فورميلار استمارة لطلب زيارة استكشافية في واحد المقاطعة، لأنها كانت قبل الناس متابعين حلقة ديال باب كندا راهم عارفين المسألة وتسجلوا. دابا يعني مع كورونا ما وقفوهاش، جدوها تاهي، داروا لها واحد ميزاجور، كتدخل الاسم ديالك، اسم الشخصي، المعلومات كلها، تاريخ الازدياد، المعلومات الشخصية عليك. هذه استمارة حكومية كترسلها مباشرة لهذه المقاطعة. ها هي كي يقول لك هنا واش عندك ريبريزونطون ولا لا، وكتكمل فيها لاج. هنشرح لكم في الحلقة كيفاش غادي تعملوا ليها وعلاش ضروري خصكم تملؤوها. الناس اللي فيهم دائما شروط. مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا للجميع من اي بلد كيدعم القناة وكيشارك الحلقات ديالي. ما تنسوش فعلوا ذاك الجرس اللي يخليكم، لانه مهم باش تلقاو دائما المعلومات المهمة. كيف كنقول في مشوار الهجرة دائما الجديد كيخرج، خصكم تكونوا على علم وما تسنوش اخر لحظة، لان بعد الفرص ما كتتاحش للجميع، بحال الويبينار ديال الكباك اللي تعمل، بحال ديستيناسيون فوروم كندا. الناس ما شافوش الحلقات يرجعوا الحلقة ديال باب كندا باش يتسجلوا في ديستيناسيون كندا. مهم جدا لانه كيستقطب العمال كلهم على هذا برنامج كندي فيدرالي لكندا كلها. ارجعوا الحلقات على باب كندا الله يخليكم وتسجلوا. دائما الناس اللي فيهم الشروط، ودائما واحد النصيحه، ما تسرعوش، قراو شوفوا شنو هما الشروط، قراو قبل ما تعمر الاستماره، قبل ما تملأها ما ديروش اخطاء، لان الاخطاء في هذا الميدان ديال الهجره اخطاء قاتله. ملي كترسل شي طلب وكدير اخطاء وانت ما عارفش الشروط ولا ما عارفش شنو هما الواجبات وشنو هما الشروط الاساسيه، صعيب باش كتعاود تصلح الخطا ديالك، صعيب. علي هذا كنصحكم دائما خذوا الوقت، قراو تسمعوا المعلومه وشوفوها مزيان، راه عندكم الوقت، ما فيها باس تاخذ ساعتين نهار، ماشي مشكله، لان هذا مشوار مهم كيحدد لك مشوار الحياه ديالك. ندخلوا الموضوع ديال اليوم. هذه مقاطعه ماشي من اغنى المقاطعات، مهم، مقاطعه كتستقطب عمال وفيها نقص ديال اليد العامله، كتعتبر من المقاطعات ماشي الغنيه، يعني مقاطعه لا باس بها، متوسطه ولكن كبيره وعندها نقص ديال العمال. المقاطعه معروفه كتدخل الناس فرانكوفان، الناس تقين بالفرنسية والإنجليزية، عندها يد عاملة كتجيبهم من دول العالم كلهم، لأن متاهم عندهم مساحة كبيرة ولكن ما عندهمش اليد العاملة، ولكن دائما بالشروط اللي يخليكم يكونوا فيهم الشروط. شنو هو الفرق في هذه المقاطعة؟ أنهم كيطلبوا اختبار اللغة بالفرنسية ولا بالإنجليزية، ولكن هذا الاختبار ماشي بمعدلات عالية، حيت كاين شي مهن كيف كنقول دائما كيطلبوا 4 5، كاين شي حساب مؤهلات والعمل اللي غادي تقدم عليه. علاش كنصحكم دائما لا قدرتوا تعملوا اختبار اللغه، عملوه كيساعدكم، كيعطيكم حظوظ اقوى. هذه كدير زياره استكشافيه، كترسل لهم الاستماره اللي غادي نوريكم اللي شفتوا في اول حلقه، كيشوفها لاجون دي ميغراسيون، لا شافك الشروط كيرسل لك دعوه بزياره هذه المقاطعه. ندخلوا الموضوع مباشره. كيف كتشوفوا كاين هنا مهن امبلوا اون فور دوموند او مانيتوبا، هذه مانيتوبا وراه فيها شويه ديال الجاليه، وحال ان ما كتطلبش شروط بحال كيباك. كيباك صعبه على 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 على, على مانيتوبا، باش نكون معكم صريح، كتطلب كفاءات وكتطلب شي شروط اصعب. مانيتوبا سهله جدا، لان ما كتطلبش مؤهلات عاليه لا علميه ولا كفاءات علميه، صعبة بهذا المعنى، صعبة يعني مقاطعات لي سهل الدخول. كنصحكم بها الناس اللي فيهم الشروط. علاش كنقول لكم سيروا المانيتوبا، سيروا المقاطعات، لان كيباك كتبقى شويه صعيبه شويه. هذه غادي تدخلوا لها دائما، كيف قلت خصكم فيك الشروط الاساسيه، فيها مهن مطلوبه جدا. هاي كيف التست لينغويستيك، وي فيها اختبار اللغه خص يكون عندك، ومن الاحسن خص يكون عندك فرنسيه او الانجليزيه، ولكن حساب المؤهلات ديالك، حساب المهنه اللي غادي تقدم عليها. هادشي كله علاش انا كنوريه لكم في كيف كتشوفوا في الشاشه، باش تقراوه وتشوفوه. وكنخلي لكم دائما الرابط في صندوق الوصف في ديسكريبسيون، باش تاخذوا واحد شويه المعلومه على هادشي كله. هما المهن افير فينانس ادمنستراسيون سيونس ناتورال
الصحة، انسينيون تدريس، سيرفيس سوسيو، كوميونتير غوفرنمونتو، ار، كولتور، سبور، لوازير، فون سيرفيس، ميتي ترانسبور، ماشينري، دومين ابرونتي، ressources naturelles, agriculture et production connexe, fabrication et services d'utilité publique. Et de cool home, Milmihan en force liste des emplois en forte demande au Manitoba. Yani, Barina, on a dit que nous avons dit que Manitoba, avons dit que nous avons dit que nouvelle partie, ma avons dit que nous 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 avons ها هو كيف كتشوفوا مزيان ها شو غادي تشوف غادي تشوفوا راسكم وتدخلوا له وكيف قلت لكم شوفوا حساب المهن هذه بالانجليزي حيت كاين انجليزيه ولا فرنسيه ها هو 5 بحال هذه كونسيي كونسيير ديمينيو 5 كاين نيفو 7 وكاين نيفو 5 سا ديبون على المهن اللي نتوما فيها دائما كتدعم الاقوال ديالي كيف قلت لكم راه كاين شي مهن في كندا وكيف شي ناس كنشوفهم كيقول لك ما يمكنش واحد يدخل كندا بلا لغه بلا اختبار بلا شهاده نعم ممكن راه كندا راه كيف قلت لكم كاين 60 برنامج نعطيكم مثال الناس اللي كيجيو كالعمال السيزونيين الموسميين في الفلاحه هذوك ما كيتكلموا لا فرنسيه لا انجليزيه لا يفقهون في اللغه شيء كيدخلوا هذاك استثناء وكاين استثناءات كبيره كاين الناس اللي كيجيو على طريق الزواج منهم الناس راه كاينين في مانيطوبا ولا غيرهم جاوا بالزواج حتى لا تفقه اي كلمه في اللغه ما كيتكلموا لا لغه ما عنده حتى ديبلوم كتلقى حتى المستوى الدراسي ديالو واخا ما يكونش عندك مستوى دراسي بدنا كان زاو على الزواج كيجيو هو خصو يكون الزواج مبني على الصحه والمصداقيه ويكون كريديبل هادو ناس فئات كاينين بزاف الفئات ما كيطلبوا ليهم والو كيطلبوا ليهم عقد زواج ولا كيطلبوا ليهم العقد ديال العمل كالموسميين في الفلاحه وداك الشيء ما كتكون عنده لا لغه لا حتى شيء نعم ممكن في كندا راه قانون هذا ندخلوا للموضوع كيفاش عملوا طلب ها هو غادي تجيو له تاخذوا وقتكم الله يخليكم راه طويل فورمولير دوموند فيزيت اكسبوراتوار هذا كيف شرحت لكم توجور اون فيغور زادوا فيه دابا 2021 يعني كيفاش غادي نقولوا داروا لي ميزاجور كونفيرماوه لان مع كورونا كان شويه هذا العام كيف شفتوا 2020 شويه سافا با دابا راه كونفيرماو لي توجو اون فيغور يعني راه دائما سالي المفعول غادي تملؤوه وتاخذوا وقتكم الله يخليكم ما تسرعوش في اختبار اللغه خص يكون عندك حساب المهنه 4 5 6 7 حساب المهنه اللي غادي تقدم فيها باش نكونوا فاهمين في جميع المعلومات عليك اهو الأمر كل شيء ما تخطئوش شنو الحاجة إن فوا هادو لا تقبلتي تقبلتي أجون دي ميغراسيون كيصيفطو لك رسالة رسالة دعوة إن لاتخ دابوي رسالة دعم بها كتمشي للسفارة ديال الدولة ديالك بحال موردن كتمشي للسفارة ديالك وبديك الرسالة كتاخد تأشيرة للمجيء إلى مانيطوبا وكيعملو معاك استجواب لا تقبلتي كيعطوك الإقامة الدائمة في مانيطوبا لأن مانيطوبا كيف قلت من المقاطعات اللي ماشي غنية كبيرة فيها فرص شغل وكتبقى مقاطعة فيها إمكانيات محتاجة ليد العاملة الحاجة اللي عندهم مناسبة أن فيها الفرنسية وفيها الإنجليزية ها هو كيطلبوا لكم لي زيتيود ديالكم كلهم شوفوا واش كاتبين هنا بروغرام بوست سكوندير دون دوري دانو هذه المعنى ديالها عندك سيزيام اني السادسه سي سا ثانوي سيزيام اني ولا الباك ولا نيفو باك ما كيطلبش لك ماستر ولا ميتريز ولا دكتوراه شوف اش عندك ها هم كاين لي دكتوراه كاين كلشي اكسبيريونس دو ترافاي خصها تكون عندك شوف دائما تكون على الاقل واحد سنه لان هاد البروغرام هاد البرنامج خصو يكون فيك الشروط الاساسيه باش تقدم عليها باش تجي كزياره استكشافيه لدخول هاد المقاطعه كمقيم دائم خص تكون الشروط الاساسيه رجعوا لها الحلقات السابقه الله يخليكم باستثناء الناس اللي كتزيد جواج ولا كيجيو كعمال فلاحيين وشي وحدين هذوك لا يطلبون لهم اي شيء لا ديبلوم ولا شهاده ولا شيء كتجيب الزواج ديالك ولا كتجيب عقد عمل كالناس ديال الفلاحه كيف كنقول هذوك ما كيتكلموا لا فرنسيه لا انجليزيه ولكن هذه خصك تكون تكلم اللغه وتكون عندك شهاده كيفاش نقولوا تيست لانغويستيك ها هو كيطلبوا لك هنا بجوج هم مقبولين تي اف تي سي اف مقبولين بجوج يعني خصكم يكونوا عندكم امتى عملتيه كنصحكم تعملوه
خذوا وقتكم، ما تسرعوش الشي فيه بزاف. فيه واحد السؤال بحال هذا، افو لانتونسيون دو فيغ مانيتوبا، خصك تعمل وي ضروري، لانه ما باغي الناس اللي يجيو لهاد المنطقه ويبقاو فيها ما يمشيوش لمنطقه اخرى. وكاين واحد السؤال اخر هذا مهم خصكم تجاوبوا عليه بصراحه، واش عندكم شي عائله؟ ها هو كتشوفوا افيفو اون كونيكسيون مانيتوبا، واش عندكم شي عائله ولا شي صديق مش حاجه كو فزافي رونكونترون بيرسون؟ خصك تعمل صراحه اللي عندك غادي دير وي، ما عندكش غادير نو. بوسيدو هادي تاهي، واش عندكم لي فون لي كي ترونسفيرابل كي كيفان اوزي جون فير اوروب؟ واش عندكم فلوس في الكونت ديالكم؟ خص تكون عندكم، كنظن غادي ترجعوا الشروط ديالهم، راه كاين نخلي لكم الرابط باش تدخلوا له. خذوا الوقت الله يخليكم، حيت كيطلبوا هادي ديك الثلاث اشهر ولا اربع اشهر ملي كتستقر هنا، حيت هنا هادي ماشي عقد عمل، كتجيب كاقامه دائمه مقيم دائم. يعني خصك باش تعيش على ما لقيتي خدمه، على ما وفرتي السكن، خصك باش تكري، خصك يعني باش تقضي الحاجيات الاساسيه ديال العيشه، المعيشه ديالك انت والاسره ديالك ولا انت واحد لوحدك، المده ديال واحد الشهر ولا اربع شهور على الاقل. يعني خصك تكون عندك فلوس تعطيهم بروف، كتسمى بروف دي فون سيفيزون، تكون عندك في الكونت ديالك. هذه مهمه جدا. وانا غادي تجاوب على الاسئله، كيف سمعتي لهادي؟ دير اما من انترنت ولا الويب سايت، سيت انترنت ديال مانيتوبا ولا من يوتيوب، ولا تقولوا صراحه افيفو بارتيسيبي هادي تعملوها، واش شاركتو ما شاركتوش؟ وي او نو. ديكلاراسيون دوتوريزاسيون ضروري غادي تقولوا وي جو ريسبكت. هنا غادي تدخل الاسم الشخصي الاسم العائلي، وغادي ديروا سوميتر لو فورميلار. سهل جدا، سهل، لا خديتو الوقت وتمعنتو المعلومات كما يجب. ما تسرعوش، قراو شوفوا الشروط وعاود قرا، خذ وقتك الله يخليكم من اي بلد كتسمعوني. ما نطولش عليكم، نخلي لكم دائما الرابط ديالو، قدموا عليه، لان هاد المقاطعه راه باغا الناس اكفاء، يعني فيهم الشروط باش يدخلوا لها ويعملوه في اسرع ما يمكن. مقاطعه كتعتبر مقاطعات ماشي غنيه، المهم بكل صراحه مقاطعه الفقيره، ولكن ماشي فقيره كثيرا، مهم يعني ماشي بحال كيبيك، ماشي بحال اونتاريو، البرتا، هادو البرتا اونتاريو بريتيش كون من اغنى المقاطعات. وحتى الكراء خصكم تعرفوا واحد القضيه، المقاطعه ديال مانيتوبا المستوى المعيشي اللي فيها رخيص جدا. يعني الكراء نعطيكم مثال، غادي تكري دار منزل شقه، غنقولوا شقه في مونريال، حي شعبي 1200 دولار، حي شعبي. ها بغيتي تكري في مانيتوبا في حي شعبي، تما كنظن غتكون واحد 600 ولا 700 دولار ميم بو، لان ما فيهاش واحد، ما فيهاش سكان بزاف، وما فيهاش واحد المستوى معيشي كبير. ولكن بالنسبه لكم نتوما كتغير حياه، علاش لا؟ كتبقى كندا من بعد 3 سنين راه كتجول كندا كما يجب، وفيها فرص شغل. الوغ كنتمنى لكم حد سعيد، ما تنساوش دعموا القناه، شاركوا، ديروا دي لايك، والى اللقاء.